نبي عليه الصلاة والسلام أحاديثك الصحيحة وحكمدة والنبي يقول أي ثلاث نقسم عليهن صدح وان قلنا حديثنا وان دين شيقية حفظية صدح تقول أرانا يا نبي قوام حي حول صدق ما يرى يسب النبي قولي حولكم ما يرى دان إلهي حق سوالة دكتو ولا ظلم عبد مظلمة ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها لما الظلمية الدونة وظلمية كما الصبر ومعفية اسكما الدلقات إلا زاده الله عزة إلا يعفق إلهي وحوق كردية الشرف قفنا الباب كمسألة مفر أبو النبي قولي إلا إيه باب فقرب الله فرا وحسيده حتى يكون قبضته قال يا مسلم عدا دون طب بري بري ما فعلا سيد ردد بالنبي حلي ولا فتح عبد باب مسألة قف مفر الباب كبريضة إلا يا إلهينا الباب كفقر وفرا هل شينا واندين شيخ يا قيب أبو النبي عليه الصلاة والسلام وامحي أدونك وأفر أبو النبي قولي أفر قف با أدونك وسقنا هذا أفر تقف لبا وأمانانتي لبنا وعبيسانتي لبدا أمانا وحكم دا أدون إلهي مال يا علمي سقو دريب النبي أدون إلهي يسيء حاله يا علمي فهو يتقي ربه فيه حولها يا علمي يا إلهي سيء ربي جيبك قعب صنيا ويصل به رحمه نبي حليه رحم كي سنة قرابة دي سنة وكحري دنيا إلهي حق وكلية هي زكية وحل مدنا وجودنيا كاس آخرة أفضل المنازل بدقي يا ابن نبي حليه ما لها قصر رأي إذا جنة ضرورك وقصر رأي وحل قدقة وحكم ده سيد حديث كانت المامة يا ربي قعب سيدي إيه هدي إلهي وحكسية إن أتحلي لسه ضدك قرابة قوة حديثك محل شاهدكم بينك سوق هذاني وحين نور نافعنا وكله نبغى عليه الصلاة والسلام وحين أشياء أعماش جاهلية دل السمينية وقت الإسلام ككوه الرجال السمينية واي كم تاي قرابة حديث تقفك هدو السلامه إنه عمل كان حتى أجر كيسي ولي وهليه ولو مركو سمينية وقالها لكن مركو السلامي إن لقى أقبليه ولذلك بأن نبغى عليه الصلاة والسلام ويمي حكيم بن حزام صحابي اللورين شريه وحيري إلهي الرسول كيسيه بالكورن الرمان سمين شري برقي جاهلية ده وحبا مهلية وحيابه الشيغان يمركا وحكم ده صلة الرحم كاس أسلمت على ما أسلفت من خير بليل أسلمت على ما أسلفت من خير وحي آت سميسي خير أظهر مرصتي وأضل إسلام تبي النبي قوت المام قرابة حليل تيدو وحين لا نمرك ومن الدين هذا بوا قرمة ضد كبر بوا حوا إنسان حليل أنتو هنا يتي مرك يكون حليل يعني أنا أضن حليل صار نعم تاسوا صح فهذا الجود لكن وحوي يعني حتى هذا يكون دبان أو كجويان أديك ويكو قليين حليل تي سوي سجد دمبابي لكن أديك ويكو قليين محي حليل تي ولذلك يا نبي عليه الصلاة والسلام حليه ليس الواصل بالمكافي واصلك نينك صلة الرحم كصمينية نينك هو حليلين ايا نينك أبال قدي ما هبو نبي نينك أبال قدي ديت طولك بركة اسكفي عنتي ايا ايا وحطران ادناد وحطرته المادارية المفتية هبرو داك يدد قرابة اسكنا واتينا وحسترطان دي هو أبال قدي مركة وحلي الغطرون بدا نوحكي عليسي كاما هبو يلي نبي وكينو كهد لنا كاسوا مكافي أبال يلي وانين أبال لغولة هاي أبال كي قدي لكن كان شيغي ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها ابن نبي واصلكم وكمرك أي قويان قرابة ديسو يساقوا حليلي ابن نبي عليه الصلاة والسلام دا القرآن كان وحكوطة الله حادثة الإفك مركا يدعضي دعضي بين أبور كي ألقى فافي عائشة رضوان الله عليها أبي بكر أيه ور دار تيو حكر دارنا يعني من كان وركر رومايستي منافقين بورت سميي لكن دات كبر بعشرة
وركان هو بين اسكر رميستي نمان مسلمين وواوين ومهاجرين يا انصار باله اي رن موداي وركيو فافيه ينا وحكم اذا حسان بن ثابت شاعر كي النبي عليه الصلاه والسلام وانساري قاها وحكى لو كم اذا مهاجرين تمسطح بن عثاث وحكم اذا حمنا وحلا اذا ددت كي فافيه كقيب قاطي بين نقضي دبيت ابي بكر روحو كحناقي مصطح ابن عثاث إن كان ليلة هذو هو يدي أبي بكر بهبر وذاقة مركا أبي بكر قرابة نمية اللي مدرى الدين سيقية هو يدي بيساق بيلا أبي بكر باوح بيلا مصطحا إيه هو يدي بأبي بكر باب بيلا يساق أبي بكر لبدا باوح سينا إياه أيو هدنا إينا كي وحو وحكا شاقي محي عايشا إي قرابيين أبي بكر أرنتي بقادن كرواية مركا وعكرنا أرطينا أن واحدة مصيني وام كدي لي يا وحمان صميني يا كلابي بكر ملي بس وحسين تا إذا كاهي سنة يا بولي واحدة مكسين مايو إلهي بقرآن سودة شيله ولا يأتري أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا للقربة وال يي كنا أرنن إلهي باله كوى الديرات كالسي يي يأن لوش اللوب اللادي يي كنا أرنن داتكا فقرضا يا مهاجرين تا الهي درتو سو هجرودين وحصيان يا كنارن بايلين الا تحبون ان يغفر الله لكم وليعفوا وليصفحوا الهي وعدي هدافان او كجيستا ميدن جعلين دين بابا الهي لي سبحانه وتعالى ان الهي دنبغينا دافو اذا ابي بكر وحا لا فريا يدو مصطحو دبت تنغيستي هدنا انو ولي خريريو او وحسيو ايها الاحبه وحو نبغ تلمامي عليه الصلاه والسلام من سره ان يبسط عليه رزقه او ينصا في اثره فليصل رحمه اما من احب ان يبسط له في رزقه وينصا له في اثره فليصل رحمه نبغ عليه الصلاه والسلام حديث كم حليه ننكي تشعل إن أرزاق ذا الله واسعية عمري كان الله ديرية تلكيها حديدية ابو نبي عليه الصلاة والسلام يعني من أسباب لغوب الله يقفك أرزاق ذا إلهي وغوب الله وحكم ذا إن القرابة حديدية صح إن أتكهنين مركة وحلو ويدية وحكم ذا وحيابا إلهي عمري كل ديرية مسكو بركية حلين انت قرابه ابو النبي عليه الصلاه والسلام وجد ابو النبي حلي انكي جعل ان الهي ارزاق درا وبلاديو عمرك انا ودهريو قرابه حلين ابو النبي عليه الصلاه والسلام ادبا ايها الاحبه احاديث النبي كا صحده وحكمه من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليصل رحمه هي فلا يؤذي جاره لبد الروايه ضد الصحيح كصارور نبي حليه عليه الصلاه والسلام نكي الهي هي مالنت قيام الرميسنو مرتد صور نكي الهي مالنت قيام الرميسنو شارك هدبن ولو قال لها هذا نكي الهي مالنت قيام الرميسنو أما خير هذا لما إسكا أمو وحكى النبي عليه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه ننكي إلهي الرسول بر ما يسنو ورقرابة هذا حديدي من النبي عليه الصلاة والسلام إلهي الرسول هدات رما يسنتهي قرابة حديدي من النبي عليه الصلاة والسلام وحكم إذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام وحو ينوغت المام أيوه إن يين دتك أمضا إسدق الله سيو مركاد واحد بحين يسو دتك أمضا وحلصية إن يجيين وحد عدين ميمونة بنت الحارث هوين دي لورنشر وكم ده هوين كي النبي قبي عليه الصلاة والسلام أحاديث أنت بدن صحيحين كي صاروا يعني آخرنا يا أيا قبل يرى وليدة قبل يرى هي ستة يا دون يرى واحد أي حريصة دبتنا ويدا النبي يقول لك عليه الصلاة والسلام توجد يدي مركو النبي يقول لك وقت يدي ويمي
ayay u sheegtay oo waxay tiri waa sii daay dabeetana nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi low acطaytiha akhwaaliki kaana acdama liajriki haddaad siin lahayd buu yidhi abtiyada ayaa kuusii ajar badnaan lahayd buu nebigu leeyay calayhi salaatu wasalaam abtiyada haddaad ku sadaqadaysan lahayd oo siin lahayd ayaa kuusii ajar badnaan lahayd idan ama abti ha noqdo ama xataa reerka laftiisa ha noqdo xaaskaaga ha noqdo ama islaanta odaygeeda ha noqoto maalan zaynab gabadhii la odhan jiray oo ah cabdillaahi ibnu mascuud xaaskiisii ayaa waxay leedahay nebigaan maqlayoo nagu leh tasadaqna yaa macshara annisaa'i walow min xulyikun haweeno wax sadaqadaysta dahabkaa xidhantiinna ha noqdaaneh haweenkow wax sadaqadaysta dahabkaa xidhantiinna ha ahaata buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam gabadhaasaa markaa waxay tidhi markaan xadiidkaa nebiga maqlay calayhi salaatu wasalaam ayaan u imi bay tidhi odaygeedii cabdillaahi ibnu mascuud oo odaygeediiya bay u timi dabeetana waxay tidhi waar cabdillaahu adiguba faqiir baat nin khafiifu dhaati lyad nin wax haysta ma tihid ee orod nebiga u tag calayhi salaatu wasalaam wuxuu nafaray sadaqee waxaad soo weydiisaa war adiga ma kugu baxaysa aan ku siiya bay leedahay waa odaygeedii laakiin waxay leedahay adba caydhbaato wax ma haysa islaantaa wax haysata hanti leh laakiin cabdillaahi ibnu mascuud waxba ma haysto nebiguna dumarkuu la hadlo wuxuu yidhi wax sadaqadaysta dabeetana waxay ku leedahay odaygii war adba faqiir baato waxba ma haysatide orod u tag nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaad soo weydiisaa ma kugu baxaysaa haddaan adiga ku siiyo cabdillaaha wuxuu yidhi markaa mayaan u nebiga u tegi maayo orod adigu u tago soo weydiiso anu nebiga u tegi maaye adigu u tago soo weydii buu ku yidhi waxay tidhi markaasaan soo baxay dhexda markaan socdaba waxaa igu soo baxday bay tidhi gabadh kaloo ansaara oo iyana masaladaydiiyo kala wadata iyana rabta inay nebiga weydiiso ninka haddii wax la siiyo ma ku baxaysaadaa labadii dumaraba isa soo raacay gurigii nebiga yimaadeen calayhi salaatu wasalaam markay gurigii nebiga yimaadeenna waxay leeyihiin nebiga aad buu haybad weyna markaa waa laga cabsan jiray waanu ka cabsanaynay bay tiri dabeetana bilaal baa noo soo baxay bay tiri bilaal baa waxaanu ku nidhi bay yidhaahdeen i'ti rasuula allahi sala allahu calayh wa alihi wasalam fa akhbiruhu ana imra'atayni bilbaabi tasalaanik nebiga u tagoo waxaad ku tidhaahdaa laba dumar oo albaabka jooga ayaa nebi alle waxay ku weydiinayaan odayada iyada waxma ku sadaqadaysan karnaa sidaa bilaalow nebiga ku dhe bay yidhaahdeen iyo agoon yaroonu haysanno wa calaa itaamin fii xujuurina odayada iyada iyo agoon gurigeega joogta wax ma ku sadaqadaysan karna oo ha noo sheegin bay yidhaahdeen kuwaanu nahayna bilaal bay leeyihin ha nana sheegin su'aashaana nebiga noo soo weydiiy bilaal baa nebiga u soo galay calayhi salaatu wasalaam su'aashii buu weydiiyey nebigaa markaa su'aalku soo celiyay wuxuu yihi man huma war waa kuma dumarku labada dumar ee bilaal uu su'aasha ku soo weydiiyey waa kuwa ma bilaal de hadduu nebigu weydiiyey ma qarin kara marka wuxuu yidhi waa gabadh ansaariyada iyo saynab buu yidhi markaasuu nebigu wuxuu yidhi ayu zayaanibi waa saynabtee saynabadu waa badan yihiine markaasuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyow waa imra'atu cabdillaahi ibnu mascuud weeyaan haweenaydii cabdillaahi ibnu mascuud qabay weeye markaasuu nebigu yidhi waxaad ku tidhaahdaa lahumaa ajraani ajru alqaraabati wa ajru sadaqati u sheeg laba ajar baa ka helaysaan dheh waxaa leedihin ajarkii qaraabada iyo ajarkii sadaqada labadaa ajar baa leedihin yacni ajarka qaraabada waa maxay waa silatu raxim qaraabo xidhiidhinna way idiin tahay sadaqana way idiin tahay buu nebigu u tilmaamayay calayhi salaatu wasalaam sidaa awgeed ayuhal axiba xidhiidhintu la xidhiidhiyo qaraabadu waa min addiin bale cabdillaahi ibnu cabdillaahi ibnu nawfal ibnu alxaarits ibnu cabdilmutalib waa nin aalu beytkii nebiga ka mid ah ayaa wuxuu leeyahay cabdilmutalib ibnu rabiica ibnu alxaarits ayaa wuxuu u sheegay nebiga calayhi salaatu wasalaam baa waxaa la kulmay rabiicata ibnu alxaarits waa rabiicata ibnu alxaarits ibnu cabdilmutalib yacni nebiga calayhi salaatu wasalaam waa ilmaadeer iyo alcabbaas ibnu cabdilmutalib oo adeerkiiya labada nin ee nebiga qaraabadiisii ka mid ah ayaa kulmay dabeetana waxay yidhaahdeen
ورلبدا ويل ولبا ويل اي دالين لبدا ويل انت اسكو درين النبي او ديرو او اينو كلا هادلو وحنو كو اورانينا سكوين كان يا صدقات كان لا صور يا ددك كشقيه الهي رسولك سيو كدر هالشقيان او ددك بدا شقده وحبا كو قادانيان و خي اي ددك با قادانيين ايانا ها قاطان وركا ايغو ود ابو علي ابن ابي طالب وسلا قيسكيسنا ايا ويمي markaas ay u sheegeen wixii ay wadeen Cali wuxuu yiri war ka daaya war nabiga waxa uu la tagina Cali way ka cadoodeen waxa ay war laga tagarado markii adiga uu nabigu inantiisa ku siiyay ku soo dhaweeyay baad Cali waa la yiraadiga ku maqlaymayno waa dirayna labada inaan adiga markii uu nabigu ku guuriyay dadaa kuwan loo guurin maayo walaa wiilay dhaleen bay rabaan in nabi maxamed uu guuriyo dabeetana waa soo diray markay diideen Cali wuxuu ku yiri hadaba labadooda dira idinku ha raacine labada yar yar uu u tagaa nabiga waa waydiistaan idinku hada labadiina nina waa weyn labada yar raba la soo diray markay salaadii duhur la tukaday ayaanu albaabka uga dheereynay bay dhahday nabiga uu sii fadhiisana markii uu albaabka noogu yimaa anagoo fadfadhin u dhagaan qaftay bay dhahday nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu ku yiri marka akhrija ما تصرران وحقر سنة سنة إيش يا جابوا يد صوص عرا وحقر سنة سنة عبا ما شاء الله فرد دانة شيء جابوا النبي كوري عليه الصلاة والسلام ونسيوك حيا جوري جونا جي يبوا يد وحمال أنت أشوا جابوا لي جوري زينة بنت جحش هوان كي النبي هوان كم ده هذا الكيبا نسكر ريح ريح نيبوا يد وردو هذا اللي هذا وهذا اللي وضع يدي مركي دم متكود به هذا لي وعين النبي كوري هنا أنت أبر الناس وأوصل الناس dadka aad u samafal badan oo xiriirin badan deenaguna rag waaweyn oo qaan gaaray baanu nahay de waxaanu kuugu nimeynaa xoolaha sadaqada inaad wal caamiliina calayha diideen naga dhigto xoolaha sadaqada inaad nagu dirtid oo de dadkuba wuxuu hadhow shaqada ku helaya wax la mid aanu ku helo dabeetana nabigu wuxuu ku yiri calayhi salaatu wasalaam oo aamusa in doora markuu aamisna ayuu wuxuu yiri ninka xadiiska warina wuxuu leeyahay Zainab oo xagga dambe fadhida ayaa noo gacan haadisay noo gacan haadinaysoo leh war aamusa hal hadin ay ku celinina hadalka nabigu markaas uu la hadlo wuxuu yiri inna sadaqa la tanbaghi li aali muhammad inma hiya awsaqu nnas war zakadu reer nabi maxamed uma cuntanta buu ku yiri nabigu calayhi salaatu wasalaam waa wasakhdii dadku iska soo saaray yacni aalu beytka nabiga sadaqadu mamnuuc bay ka tahay ma qaataan dabeetana wuxuu nabigu leeyahay aalu beytku sadaqa ma qaataan ee udcuu waaliya maxmiya nin maxmiya la yidhaahdo waa ninkii khumuska nebiga hayay yacni nebigu fayga xoolaha jihaadka lagu soo helo khumus ka mida buu leeyahay one fifth shan dalool oo dalool ninkii khumuska mas-uulka ka ahaa ayuu yidhi igu yeedha iyo nin kale oo ilmaadeeriyiin oo la yidhaaha Nawfal ibnu lxaris ibnu cabdilmualib labadaa igu yeedhay buu yidhi labadii baa u yimi maxmiya ninkii la odhan jiray buu nebigu wuxuu ku yidhi anki haada alghulama ibnatak inankan inantaada u guuri buu ku yidhi waa u geed fadhiistay nebigu calayhi salaatu wasalaam dabeetana labada wiil mid waa alfadal ibnu cabaas oo cabdillahi ibnu cabaas walaalkii dabeetana wuxuu ku yidhi maxmiyow inantaada wiilkan u guuri Nawfal ibn al-Harith ibn Abd al-Muttalib nahu wuxuu ku yidhi anki haada alghulama ibnatak adiguna wiilkan kale gabadhaada u guuri yacni labadii nin ee uu yeedhay laba hawlood ay kala dhaleen buu wuxuu leeyahay labada ninan ha loo guuriyo maxmiyana wuxuu kaloo ku yidhi xoolaha sadaqada maahe xoolaha fayga ee aad hayso asdiq canhuma min alkhubus kada wa kada wa kada waxaad ka siisaa xoolaha faygana intaa iyo intaa ka siibuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam yacni xadiidka waxay ku tilmaamayaan oo u daliishanayaan culimmadu siduu nebigu qaraabada u xidhiidhinayay inuu xataa u guurinayay oo u geed fadhiisanayay oo ka bixinayay wixii kharashe ku baxayayna uu nebigu calayhi salaatu wasalaam isagu ka bixinayay haddaba markaan warka soo duuduubno silada riximka la xidhiidhiya koo waxaynu leenahay waxay ka mid tahay diinta waxyaabihii ugu soo hordegay bale waxay ka mid tahay waxyaabihii jaahiliyada carbeed ba ay ammaanta u taqaanay diintuna suqtay
إلهي سبحانه وتعالى وصغي قرآن أدبضان إنه وآتي ذا القربة حقه ميداني ذا القربة إن إحسان له سميانه وصوء أروري نصوص تربى النبي عليه الصلاة والسلام وكسو أرورتا إنه إنتان كسو قادن نصوص تاسي وشيغي ساعة أهدي مكة يا أهدي مدينة بإنه نبي مسألة كهد لي نصوص تاسي وشيغي ساعة إن إلهي وكبرك يددك فعل كان سمهية نصوص تاسي وشيغي ساعة أرزاق ده إيو قوركو أرزاق ده إيو داد وعمره وبين إلهي سبحانه وتعالى كبرك إيو إذا وحين الله أنه مركا إسلام كو حفر يددك بلشدو إنه يسكو حدناتو دوائر كالة دميسانة ويسكو حدنتي دائرة الأولى نفط هذا مركا لنافو أهل كي قرابة ووالدين ته وحاكو سيحيقا مركا سي قرابة دي وحاكو سيحيقا تشاركي وحاكو سيحيقا مساكين تي أغون تي يددك كالة ضعفاء المجتمع وحاكو سيحيقا بلشد دمانتي وحاكو حيقا المخالفين كو حتى دينهان أيضا نسكوها فقصانين حديد كان لو سمينا يينا وحديد كلمة طيبة وصدقة تلد وصدقة ظلم قوات كتشوش سوى صدقة مال قوات سوى صدقة يعني وحال لالي وحو نبقو صدقة كشيغا يوردمي وحي قلي كرانينا نغضان محي سلة الرحم الدبا وسترن كمركا نتاقني داتكو محيو شقيسين وإنيا وبرايفك داتكو إنا الشقيستان والغلطة لياه لكن لغو مقاديوه إنه شقيسته ووح لغلطة ليون أكسن لكن وح لغو قضية ما هو إلا تاجر وح لصيها صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.